مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح جماعات فقرتنا الأخيرة اللي هنتكلم فيها عن كارثة هنا في مصر، وهي كارثة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. النهاردة مش هنتكلم عن المشكلة بقدر ما احنا عايزين نتكلم عن التعامل مع هذه المشكلة، الفكر المغلوط اللي عند الناس اللي هم بالنسبة لهم الهجرة الغير الشرعية بتساوي الثراء والخروج من الأزمة اللي هم عايشين فيها أو الواقع المرير، أيضا القوانين المفروض أن هي بتبقى محطوطة لمعاقبة الناس دول، وبيبقوا طبعا يعني الناس بتعتبر بيهم أو تقول خلاص ده حصل له كده، فبالتالي فكروا ألف مرة قبل ما يتخذوا هذه الخطوة. تعامل الدولة أيضا مع تذليل كل العقبات اللي بتواجه كل مواطن مصري بقدر الإمكان، يعني هنتكلم عن سعي مصر وسعي أيضا الدول الأوروبية، لأن هي مش ظاهرة بس جوه مصر ولكن ظاهرة أيضا بتعاني منها كثير من الدول. في هذا الإطار دعا ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، دعا خلال لقاء بوزير الخارجية المصري سامح شكري وده كان بالقاهرة إلى ترسيخ آليات التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة وأيضا الأمن. قال المتحدث باسم الخارجية أن المسؤول الأوروبي أشار خلال اللقاء إلى أن هذا التعاون في هذين المجالين أكيد سيسهم في التغلب على التحديات المتصاعدة في المنطقة وفي مقدمتها انتشار التطرف والجريمة المنظمة، وهذا فضلا أيضا عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وتداعياتها على أمن الشرق الأوسط أوروبا. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي في الاستوديو واللي هيكلمني أكتر بالتفصيل عن هذا الحوار، وهو دكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. برحب بيك يا فندم، صباح الخير. أهلا بك، صباح النور. طيب قبل ما نبدأ هذا الحوار تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الهجرة غير الشرعية ونرجع مرة أخرى، خليكم معنا. في إطار التنسيق بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس بحضور وزير الخارجية سامح شكري. الرئيس السيسي أكد على اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والتنسيق والتعاون مع دول الاتحاد ومؤسساته إزاء القضايا المختلفة ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية. أشار الرئيس السيسي إلى أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تبني استراتيجية شاملة تتضمن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى الإقدام على الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال. أوضح الرئيس أيضا أن تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بدول المنطقة سيساهم كذلك في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا. واستعرض الرئيس الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة، كما تطرق إلى الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها دولة عبور للمهاجرين ومقصدا للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 5 ملايين لاجئ تحرص على معاملتهم كمواطنين وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية. من جانبه أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة على تقدير دور مصر الرائد والمحوري كركيزة للاستقرار وكشريك هام لأوروبا في مواجهة الإرهاب. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أهمية ترسيخ آليات التعاون مع مصر في مجالات الهجرة والأمن من أجل التغلب على التحديات المتصاعدة في المنطقة ومن أهمها تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم اللازم لمصر. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وعايزة أسأل حضرتك يا فندم، يعني عايزة أمسك الخيط من الأول خالص وظاهرة الهجرة غير الشرعية للأسف الشديد إحنا بنعاني منها في مصر وبتتكرر أكثر من مرة وشفنا ده على مدار الفترة السابقة، كيف ترى تعامل الدولة تعامل المواطنين نفسهم مع هذه الفكرة؟ يعني الواحد لما بيشوف ده بيحصل قدامه طبعا بيصعب عليه الناس والله يرحمهم، ولكن برضو بتلوم غصب عنك ليه فكرتوا في كده حتى لو أنتوا عندكم الوضع، وأنا مش هلوم عليهم لأن أنا عارفة لما يكون في واقع أليم جدا، ولكن كيف ترى تعامل الدولة مع هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي مسألة الهجرة الغير القانونية، يعني نصحح بعض المفاهيم، يعني لأن الهجرة على الأرض مكفولة للإنسان بلا يعني بلا قيود، ولكن لمراعاة النظم الخاصة بكل إقليم على وجه الأرض، يعني إقليم الدول يعني، فبتحتاج إلى تنظيمات قانونية حتى أن هي تضبط هذا الأمور حتى لا تتعرض الدول إلى هزات وإلى ضغوط مفاجئة تسبب لها كوارث وتسبب لها أزمات مفاجئة، وهذا ما يهدد كيان الدولة بشكل عام. لكن الهجرة في شكلها العام
لا مشكلة فيها، ولكن يتم يعني ضبطها ضمن أمور وضوابط قانونية. عشان كده أنا بسميها يعني هي هجرة شرعية ولكن هي غير قانونية. فلما نيجي نتكلم عن أزمة من الأزمات بشكل عام، فبنتكلم إيه دوافعها وإيه الأهداف المناسبة اللي رآها الشخص مرتكب هذه المخالفة حتى يريد أن يعني يصل إلى هذا الهدف. تحط نفسك مكان إيه هو الحافز إيه هو الحافز اللي هو دفعه إن هو حتى يخوض مثل هذه المخاطر عن طريق البحر أو ما شابه ذلك. لو بحثنا تاريخ الهجرة غير القانونية في أمريكا الجنوبية أو اللاتينية ما بينها وبين أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا، اللي هي هجرات لا تتعرض إلى مثل هذه الأمور الخطرة. هم كانوا بيقطعوا مسافات سيرا على الأقدام أو بالدراجات البخارية أو ما شابه ذلك ويخترقوا الحدود بشكل أو بآخر. مش عن طريق البحر خالص. لا مش عن طريق البحر في أغلب الأحيان يعني. إما عن طريق الرشوة، رشوة رجال الحدود في أمريكا أو العمل في مجال المخدرات أو ما شابه ذلك، لأن المسألة دي كانت متفشية جدا في القرن الماضي ما بين اللي هي دول الجنوب اللي هي المكسيك والبرازيل وباراجواي وأورجواي وبيرو وأمريكا، على أساس أن أمريكا بلد واعدة وتنبئ بحياة وثراء وما شابه ذلك، وقوانين الأمريكا وحتى قوانين أوروبا تسمح بأن كل من تطأ قدماه هذه الأرض أصبح له الحق في أن يعيش فيها تحت أي مسمى، لجوء سياسي، لجوء ديني، لجوء يعني معيشي، أي يعني الحقيقة هم بيراعوا الأبعاد الإنسانية في هذه الأمور. وده من أساليب الجذب لمسألة الهجرة غير القانونية. هم طبعا من حقهم إن هم يدافعوا عن بلادهم، من حقهم إن هم يدافعوا عن حدودهم، والمسؤولية أولا وأخيرا تقع على البلاد المستوعبة لهذه الهجرات. لأن أنا يعني أنا ممكن أحافظ على مصلحتي، أنا كدولة أحافظ على مصلحتي، لكن إيه الدافع اللي يخليني أحافظ على مصالح الدول الأخرى؟ هم يعني في مفاهمات دولية بين الدول إن هم بيدعموا الدول اللي هي مصادر لتصدير مثل هذه الأمور، بيدعموهم بأجهزة أمن، أجهزة مراقبة، وأحيانا بيدعموهم بأموال، حتى ان هم الدوله اللي هي مثلا زي مصر او ليبيا او قبرص او البلاد دي لا تتكبد اموال طائله في حين هي مش متعرضه لخطر، بالعكس ده اللي هيخرج منها ربما يكون في نطاق صغير او كبير بيشيل عبء عن الدوله دي. يعني انا هتخلص من عبء 2000 3000 واحد كل شهر، ده في النطاق البسيط. فالمفروض ان البلاد دي يعني، وده وجهه نظر خاصه بي انا مش بتكلمش باسم حد ولا باسم الدوله، ان هم يدعموا هذه الدول، يدعموهم بمراكب حراسه، يدعموهم باجهزه مراقبه، يدعموهم باموال، يدعموهم بتدريب كوادرها الامنيه التي تعمل في البحر او على الحدود او ما شابه ذلك، حتى تكون عائق امام هؤلاء، عشان ده مصلحتهم طبعا في الآخر. هي يعني مصلحتهم. تعامل مصر بقى مع الأزمة خلال الفترة اللي فاتت كلها، برضو عايزة أمسك من مش بس الفترة اللي فاتت يعني من سنوات. ظاهرة الهجرة غير الشرعية مش ظاهرة جديدة على مصر، ولكن إزاي تعاملت معاها خلال هذه الفترة بحيث أن احنا نحاول نقضي على هذه الأزمة؟ والله أنا معلوماتي في هذا الموضوع معلومات مأخوذة من مصادر إعلامية. يعني ما عنديش معلومات قد تكون جديدة عن اللي موجودة عند حضرتك أو عند رجل الشارع. ولكن أنا بأرى فيها أن طالما أن الدولة يعني كمركزية للدولة وكمكانة للدولة وكأنها دولة ترعى القيم وترعى المبادئ، بتحاول أنها تحافظ على دول الجوار من مثل هذه التسربات ومن مثل هذه الأمور الخطرة. فإذا ادعت مصر أن هي بتمنع الهجرة الشرعية فالدعاء مقبول، فهو يكون لازم الدعاء مقبول وغير مبرر ان هي تقول انا ما بقاومش الهجرة غير القانونية. يعني لما مصر، لكن ماذا عن القوانين؟ يعني القوانين ماشي تمام. هو خروج المواطن او غير المواطن من مصر بطريقة غير قانونية مش مقبول من ناحية النظرية القانونية الموجودة في مصر او بالضبط. النظم القانونية مش مقبول، ولكن هي تعتبر مخالفة من ضمن المخالفات. واحد خرج من الحدود ولم تتمكن الدولة من القبض عليه أو إمساك به، ماذا تصنع الدولة؟ الدولة ليست إله. الدولة لا ترى من يمشي تحت الأرض.
ولكن هي مصر تقدر تدعي كدولة أنها بتقاوم هذه الهجرة غير القانونية، ولكن إذا كان في هناك خروقات وفي هناك مجموعات بتطلع بتخرج في 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 صور مختلفة، إذا كان في صور المراكب أو الخروج بالبر عن طريق ليبيا أو تونس أو ما شابه ذلك، فدي حاجة تفوق قدرة الدولة. ومش بقول ما بقولش تفوق قدرة الدولة كمصر، لا، ده هي بتفوق قدرة أي دولة. لا تستطيع أي دولة في العالم أن تحفظ حدودها بالكامل، مستحيل، ومن يدعي ذلك فهو كاذب. من يدعي أنه هو يستطيع أن يحافظ على حدود الدولة بالكامل هذا كذب، ولا يصح أن تتشدق به دولة من الدول. أنا بقصد أتحدث عن القوانين بقى اللي بتمنع ده، القوانين. لو حد اتمسك وهو مسافر هجرة غير قانونية على سبيل المثال، التعامل معاه بيبقى إزاي؟ وإزاي نقدر إحنا نسلط كإعلام الضوء على هذا؟ لأن ناس كتير هتاخد ده عبرة، أو مش هتاخد الخطوة دي طبعا. قبل ما نتكلم في دي لازم نقول نبحث الظروف، مش الكونية ولا الظروف التعليمية ولا الظروف الصحية، لازم نبحث ظرف مهم جدا اللي هو ظرف العيش. الرجل ده عايز يسافر ليه؟ عايز يهرب من الرمضاء، كمان يعني يهرب من الرمضاء إلى النار، يعني واحد بيقفز من حر من الرمضاء النار المشتعلة بيقفز في النار، يعني واحد بيهرب من مصر عشان يمشي في البحر في مصير هو غير محسوب بالنسبة له، غير يعني آمن جدا من نظرة أولى، غير متأملة، غير آمن. يعني أنت هتمشي في البحر ساعتين وربما تغرق بك المركب المتهالكة دي وتموت. إذن أنت هربت من مصير فيه أمان غير مؤكد اللي هو البلد، يعني اللي هو الوطن ده، إلى مصير فيه دمار وهلاك مؤكد. شفت بقى الفارق هنا هو إيه؟ رمى نفسه في الموت. يعني أنت هربت من حياة غير مريحة إلى موت مؤكد. يعني أنا أؤكد أنه هو ممكن حينتهي خلال ساعتين للمركب. لكن المسألة دي لها طرفين أو لها ثلاث أطراف. الطرف الأول الإقليم اللي احنا عايشين فيه مريح ولا مش مريح. الطرف الثاني اللي هو المواطن أو غير المواطن اللي بيحاول أنه هو يسافر خارج مصر بالطريقة غير القانونية. الطرف الثالث اللي هو المتربح نفسه. طيب للأسف عشان معانا بس دقيقتين، ولكن عايزة أعرف يعني رسالة من حضرتك سواء للمواطن نفسه اللي بيفكر هذا التفكير أو للدولة، لو في حاجة يعني من وجهة نظر حضرتك كأستاذ في علم الاجتماع أن الدولة المفروض تتخذ مثلا هذه القرارات في أسرع وقت. نعم، قبل ما نفرض قانون وقبل ما نفرض محاذير وموانع لابد أن يكون هناك توفير للنفقات الطبيعية، اللي هو يعني قبل ما أقول له ما تسرقش لازم أقول له خد كل، لما أقول له ما تهربش لازم أقول له أقعد لك بيت، لك شقة، لك أوضة، لك الحد الأدنى من الحياة اللي إحنا هنسميها حياة شبه كريمة. بعد ما نقدر نوفر له الحد الأدنى من الأمور دي نقدر نقول له لا، خروجك كده بالطريقة دي، وأنا بقول للشباب اللي بيخرج بالطريقة دي أنت بتخرج إلى موت محقق. ده أنا هقول لهم برضو حاجة تانية، الذي يخرج بتأشيرة سفر من مصر، أنا شفتهم في روسيا السنة العام الماضي مداهمات في الشوارع، أنا شفت في مطار موسكو 20-30 واحد مصري جايين مكبلين بالحديد ومعاهم شرطة بالرغم أن هم داخلين بتأشيرات. دول لم يجدوا في هذا البلد أو ذاك حياة كريمة، لم يجدوا عمل، لم يجدوا ما يحلمون به من أحلام. عشان كده بنطالب ان يعني توفير الحياه زي ما حضرتك قلت ان شاء الله الحد الأدنى الكريمه، الحد الأدنى المفروض الحياه الكريمه. تمام يا دكتور طه ابو حسين، استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس، بشكرك على هذه المعلومات يا فندم ونورتني. شكرا. مشاهدينا ومتابعينا بشكركم على متابعه هذه الحلقه، انا حاسه ان انا متكتفه لما بتكلم عن هذا الموضوع، ما اقدرش الوم اللي سافر وفي نفس الوقت ما اقدرش الوم يعني المسؤول لو هو كان عمل اللي عليه، بالتالي هي مسؤوليه مشتركه ما بين المواطن وما بين الدوله ايضا في توفير حياه كريمه لاي مواطن. اشكركم على متابعه فقراتنا النهارده، اليكم تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج، والى اللقاء. We'll be right back.